بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن اللانش أو اللانش يوريل. مثلا أنت عندك يوريل جوه التطبيق وعايز تفتحه رابط، يعني يوريل عايز مثلا اليوزر يضغط عليه فيفتح له قائمة يقول له open with مثلا الجوجل كروم أو أي براوزر تاني. ده بيكون عن طريق ايه؟ ده بيكون عن طريق حاجة اسمها اللانش انستنس او اللانش فانكشن. اوكي طيب خلينا نشوف اللانش. اقدر اركبها على بوتون او على تكست عادية جدا، واقدر اعديها نفس الداتا واشغل نفسي معاها واديها اليورل ويفتحه لي عادي. طيب ده نعرفه عن طريق ايه؟ خلينا نبدأ بحاجة بعيد عن البوتون. نبدأ بأول حاجة إن إحنا نتعرف على الانك ويل. أوكي الانك ويل فيها إمكانية إن أنت تحط داتا بالشكل اللي أنت عايزه وتعين جواها. في حالة تم الضغط على الكونتنت دي يحصل أكشن. فبالتالي لو فتحنا هنا هنلاقي عندي حاجة اسمها اون تاب وتشايلد، وفي بقى شوية حاجات خاصة باليو اي ريديز والسبلاش كالر والسبلاش فاكتوري و ريديس البوردر ريديس والكاستم بوردر والانيبل فيدباك. طبعا الحاجات دي كلها هنتعرف عليها في المستقبل. في حاجات معينه ممكن بس يعني نتعرف عليها دلوقتي زي الاون تاب والتشايلد والاون لونج بريس والاون هايت هايلايت تشينج والاون دبل تاب والاون تاب كانسل والاون تاب داون والريديس والسبلاش كولر. والحاجات دي ممكن برضو نتعرف عليها، ناخد حاجات بسيطة بس عشان نفهم الفكرة. طيب التشايلد ممكن اجي هنا احط تكست عادي جدا تكست اوكي. التكست ده بياخد طبعا سترينج، فهاجي فوق هنا هعين اليورل. خلينا امسح الماسوت دي واجي هنا هقول مثلا هقول var يورل، وهاجي هنا هقول https://google.com مثلا. اليورل ده انا ممكن اخده هنا كسترينج عادي جدا واطبعه هنا. لو جيت عملت هوت ريلود تعال نشوف هيطلع معايا بالطريقه دي. ممتاز. ممكن اديله اللون الازرق احسس اليوزر ان ده لينك يضغط عليه، مفيش اي مشكله. خلينا اشغل بس البادنج بتاع الكونتينر عشان يبان معايا الامور. لاحظ ادي اللينك. انا لما عايز اضغط على اللينك ده يحصل ان هو يفتح لي البراوزر اللي انا عايزه عشان اشوف اللينك ده. ولو فرضنا ان اللينك ده جاي دايناميك من الداتابيس فكذلك الامر. هنيجي هنا على الاون تاب. الاون تاب هي في حاله الضغط عليه ضغطه واحده وان كليك، ده الايفنت اللي هنتعرف عليه. ممكن نشتغل عليه بالطريقه دي او ان احنا نعمل ميثود بره هنا ونقول void هتكون من نوع void open url. اوكي طيب ادي الميثود ممكن اخدها بشكل مباشر، هي لا تمرر قيمة، هي فقط بتمرر الميثود نفسها. طيب تعال هنا نعمل print ونقول انك ويل clicked. اوكي clicked. خلينا نقفل print واعمل hot reload ونشوف عملية الايفنت اللي هتحصل. اول ما اضغط على اللينك هيطلع معايا لاحظ انك ويل كليكد. اذا الاون تاب اصبحت هي مفهومه عندك ان هو وان كليك ضغطه واحده. طيب تمام. هنا بقى هنتعرف على انستنس، وده بيكون عن طريق باكج اسمها اليورل، بتكون يورل لانشر. طب ازاي نجيب الباكج بتاعه الفلاتر؟ في موقع فلاتر انشاته مخصوص او يعني القائمين على الدارت والفلاتر اللي هي شركة جوجل انشأته مخصوص للحزم اللي بيتم استخدامها لداخل الفريمورك نفسه. فلو فتحنا براوزر ودخلنا على موقع pub.dev هنا بتلاقي هنا بيقول لك دارت باكيجز. ايه هي دارت باكيجز؟ هي حزم جاهزة تقدر تستخدمها، وفر عليك انك تكتب الجوريزم تديك اللي انت عايزه. فالحزم دي وظيفتها ان هي تديك اللي انت عايزه باختصار شديد، مجرد بس بتنادي على methods او instance معين داخل الحزمة تديك السيرفيس اللي انت عايزه. طيب هنا بسيرش جوه السيرش دارت باكيج. طبعا عندي نوعين من الباكيج، فلاتر وويب وول. في حزمة تقدر تشتغل على الويب
وحزمه تقدر تشتغل على فلاتر، وفي حزمه تشتغل على الاول سواء ويب او فلاتر. فلو جينا هنا قلنا URL launcher وبحثنا على الحزمه، لاحظ بيقول ان الحزمه اهي تقدر تشتغل بيها على الفلاتر، هي عباره عن بلجن فور لانشنج URL on Android and iOS، وكمان سبورت مع الويب والفون والاس ام اس والايميل سكيمز. طيب لو ضغطنا على URL launcher بنشوف هنا عندي حاجات زي الريدمي، معلومات عن الحزمه، والتشينج لوج اللي هي التطويرات اللي حصلت على الفيرجنز اللي قبل كده. اول فيرجن بتلاقيها تحت خالص، بتلاقيها لاحظ ادي اول فيرجن واخر فيرجن بشكل تصاعدي لحد وصولا للنسخه اللي هي او الفيرجن رقم 5.0.2، وبيديك هنا بيقول لك ان في ايرور اتصلح اللي هو خاص بالكلوز ويب فيو. فعندي كمان بيكون في تاب خاصه بالاكزامبل بشوف فيها هنا، لاحظ اكزامبل سلاش ريدمي ده فايل موجود اصلا اللي هو ده. طبعا هنا يعني بيكون دايما في اكزامبلز في بعض الحزم هنا، تمام. وهنا عندي التاب الخاصه بالانستولنج، واحيانا ممكن تلاقي جواها في اكزامبل عنها. هنا لاحظ بيقول لك depend on at add this to your packages pubspec.yaml file، بتروح على dependencies وبتضيف ال URL launcher بنفس الحاله بتاعتها. لو تلاحظ ان هنا حرف اليو ماشي مع حرف البي، وهنا بيقول لك بعد اللي عملت الانستول او طريقه التنصيب، اما انك بتنادي على flutter package get او انك بتستخدم اللي هي عمليه الباب جيت الخاصه بالدارت. فالحالتين دول احنا ممكن نستخدم الباب جيت او الفلاتر جيت باكج او باكجز جيت. طيب هروح على البروجكت بتاعي، هفتح البروجكت، هروح على الباب سبيك دوت يامل، باجي هنا على الديبندنسز سيكشن بدور عليه، هو تقريبا بيكون فوق هنا. هنا لاحظ عندي لاحظ فلاتر وجواها الاس دي كي، انا ما باجيش هنا في السيكشن بتاع فلاتر وبحط فيه اي حاجه، لا انا ببقى دايما تحت الكوبرتينو عشان اضمن ان الحزمه تنزل معايا من غير ما يحصل لي اي ايرورز. فهضغط انتر تحت الكوبرتينو بشكل مباشر، عود نفسك انك تضيف الحزم بتاعتك هنا. تمام، خلينا نعمل بيست لليورل لانشر. ممكن نضغط على باكج جيت، وممكن نروح على التيرمينال اوتوماتيكلي، هو هيبقى واقف على المسار بتاعك في البروجكت، تقول له فلاتر packages get، خلينا نعمل انتر، هيبدأ هو يحمل الحزمة ويضمنها داخل البروجكت بتاعي. هنا بيقول ان هو شغل الامر، اخد ثانية او 2.5 ثانية وخلاص تم اضافة الحزمة. بعد كده هنا بيقول لك في الامبورت، عملية الامبورت عشان تضيف اللانشر، بيقول لك الان في الملف الخاص بالدارت بتاعك هنا now in your dart code you can use المسار ده. هناخد المسار ده كده copy ونروح على الهوم. انا طبعا انا شغال في الهوم، فهاجي هنا هعمل امبورت لليورل لانشر. لاحظ هيديني اللون الرصاصي، ده معناه ان هو unused، فبالتالي عشان ابدا اشتغل عليه هاجي هنا بكل بساطه هستخدم الاسينك والاويت. احنا طبعا عارفين الاسينك والاويت دي بتبقى من خلال الدارت سينك، فاحنا ممكن ننادي عليها هنا نقول امبورت، ممكن ننادي عليها ممكن ما نناديش عليها عادي، فنقول دارت اسينك. فهاجي هنا هقول اسينك، وهاجي تحت هنا في المنطقه دي هقول اويت لانش. هنا بيقول لي يورل string او يعني لازم يكون الرابط بتاعك من نوع string وانا مجهزه فوق هنا، فهقول يورل. تمام، اذا هروح بقى على الايميليتور بتاعي واروح اعمل hot reload ونشوف مع بعض. احيانا ممكن يحصل معاك ايرور ان هو يدخل الباكج دي جوه البروجكت بتاعك ويعمل له افكتيف بشكل كامل على البروجكت، فبتحتاج بعض الاحيان تعمل حاجة اسمها كلين. بس خلينا نجرب مع بعض اشتغلت يبقى كويس معانا. طيب هروح على الايميليتور هعمل كليك، لاحظ اداني ايرور تحت، وده معناه ان هو مش لاقي الحزمة اصلا او ان حصل مشكلة
فهو مش لاقي اللانش ميثود دي. حتى هنا لاحظ بيقول لي ان البلجنز فلاتر اي او لانشر او يورل لانشر، مش لاقي الميثود دي. فعشان تفكس المشكله دي بكل بساطه ممكن اجي هنا اقول فلاتر، سوري، فلاتر كلين. الكلين هنا بتتنفذ على ايه؟ بيروح على البيلد بيحذف كل الملفات اللي موجوده هنا عشان يعمل منها بيلد فايل ويضيفه في الايميليتر. فلما هضغط على كلين هيقوم بحذف كل محتويات البيلد. حتى هنا لاحظ ديليتنج بيلد، وحتى هو انت تحس ان هو موجود لكن هو مش موجود، اول ما ضغطت عليه لاحظ اختفى. فبالتالي طبعا الاسينك احنا مش محتاجينها لان هو اوريدي مضمنها داخل الماتيريال، فبالتالي اعمل لها حذف لان هي اوتوماتيكلي انا مش محتاجها. طيب هنا لاحظ هنحتاج نعمل ري انستول مره تانيه للتطبيق، فهضغط على ري انستول او رينستول على طول، هيقوم هو بحذف التطبيق القديم وباضافه النسخه الجديده محمله بالبلجن اللي احنا نزلناها اللي هي اليورل لانشر. والدرس ده كان مقصود منه كمان انك تتعلم ازاي تفتح لينك وازاي تتعرف على الانك ويل، وكمان تحل مشكله ان في حاله ان الباكج اللي انت ركبتها او البلجن اللي انت ركبتها ما اشتغلتش معاك في الاب، على طول تعمل الحركه دي عشان تريح نفسك وينشئ لك بيلد فولدر من جديد مضمن بكل الباكج الخاصه بالبروجكت عشان تقدر تشتغل عليها بشكل سليم. هننتظر لحين الانتهاء، بعد كده هنجرب مع بعض عمليه اللانش. هيبدا دلوقتي اهو انشأ لي فولدر البيلد من جديد وجواه الاب والكوتلين فولدر الخاص باليورل بالاندرويد، ولاحظ اضاف لي البلجن بتاعتي اللي هي اليورل لانشر، وده كان المقصود من درسنا ان احنا نشوف الحاجات دي بشكل عام قدامنا. طيب خلينا نجرب مره تانية، نعمل كلير للران هنا عشان نشوف لو في اي ايرورز ظهرت. هنروح على اللينك هنضغط ضغطه واحده، لاحظ طلع لي البراوزر وقال لي اوبن ويز الويب فيو براوزر تيستر او الجوجل كروم. فلو ضغطت على جوجل كروم هيقول لي جاست وانس ولا اولويز، فهضغط على جاست وانس على سبيل المثال او اولويز زي ما انا عايز يعني. فبالتالي هيفتح لي البراوزر، لاحظ هنا بيقول لي الايفنت اللي حصل وفتح لي موقع جوجل من خلال الابلكيشن بتاعي بكل سهوله. طيب عندي حاجه كمان مخصوصه او خاصه باللانشر، عملية التحقق من الرابط هل يمكن فتحه أم لا. طيب خليني أقفل البراوزر وأروح هنا على الأب مرة تانية. في حالة إن الرابط ده فيه أي ايرور، مثلا الرابط ده جاي بايظ من الداتابيز أو مش سليم، إزاي أتحقق من الرابط ده إن أنا أفتحه ولا لأ؟ ممكن يكون جاي تكست. هنا بقى ببدأ أتعامل بالإف ستيتمنت على حاجة اسمها كان لانش، نقدر نستخدمها بكل سهولة. ما أجي هنا هقول إف أو ويت، انتظر لحين الرد بترو أو فولس. منين بقى؟ من الكان لانش، تمام؟ وهمرر اليورل. طب في حالة إن اليورل سليم هيفتح لي اليورل. طب لو حالة إن هو مش سليم هعمل else وهقول ثرو. طبعا احنا اتعرفنا على الثرو في الدارت مع بعض. طيب هقول كان نوت open this يورل مثلا، خلينا اخليه كمتغير. طيب هعمل هوت ريلود واروح معاك هشوف اذا تم الضغط مره هنا. لاحظ فتح لي السؤال بتاعي هيشتغل على الجوجل كروم ولا على الويب فيو تيستر. لكن في حاله ان في عضب في الرابط ده او ان هو مثلا كده تكست، فاروح اعمل هوت ريلود مره تانيه. لاحظ التكست هيطلع لي هنا، فلو ضغطت عليه هيقول لي ايرور تحت وهيقول لي من ضمن الايرور الجملة اللي احنا ضفناها، خلينا ندور عليها cannot operate this كذا التكست. فهي دي فايدة الكان لانش، عشان لو انت بتشتغل مع مطور ويب عنده مشكلة معينة فانت تخبره بان في مشكلة عنده، او ان اليوزر نفسه يعرف ان هنا مفيش لينك، ممكن تحط اي حاجه تعمل افكت تقول له cannot open this link، اي حاجه هنا في الالس. لكن انا بديك
فكره الثرو عشان تفهمها. اتمنى يكون الدرس ما يكونش طويل، اتمنى نكون وصلنا معلومه جيده في درسنا النهارده. اشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.